انتهت أيام امتحانات البكالوريا وبدأت أوراق إنجاز الامتحانات تصل تباعا إلى مقر الأكاديمية الجهوية بمدينة العيون مساء يوم أمس من السمر وبجدور ومن مختلف أقاليم جهة العيون في خطوة معتادة كل عام بعد انتهاء التلاميذ من اجتياز امتحان البكالوريا. هنا يتم حذف معطيات كل تلميذ وتعويضها بأرقام سرية قبل مرحلة التصحيح. كيف كتلاحظي دابا اخر فريق جانا هو فريقي ديال السماره وبوجدور. بعد ما كنتسلموا من عندهم هادشي الاوراق التحرير مباشره تندخلوا من الفريق الاعتكاف وهما اللي تيعالجوا اوراق التحرير، يعني كيزيدوا تيديروا لهم الترقيم وديبويمون يعني باش يكون قبل ما يخرجوا العمليه ديال التصحيح. جهود تصحيح أوراق الامتحانات التي يعكف عليها ما يفوق 460 إطارا تربويا تستمر على مدى 10 أيام للعمل على رقن النقاط والنتائج النهائية. ويقول المشرفون على هذا القطاع جهويا إن امتحانات هذا العام مرت في أجواء عادية. ولله الحمد الامتحانات ديال البكالوريا هذه السنه لا على مستوى السنه الاولى بكالوريا ولا على مستوى السنه الثانيه بكالوريا مرت في ظروف جد حسنه، بحيث انه نسبه الحضور ديال التلامذ بالنسبه للتلامذ الممتحنين الرسميين قاربت 100%. طبعا بالنسبه للاحرار دائما تراوح 50%. بالنسبه لحالات الغش هذه السنه هذه انخفضت. امتحان البكالوريا الذي أداه في جهة العيون الساقية الحمراء أكثر من 5000 تلميذ جرى في ظل حراسة مشددة قلصت من حالة الغش من 274 حالة إلى 95 حالة هذا العام.